أولى محطاتنا رح تكون مع العمل التطوعي، ورح نتعرف أكثر على طرق العلاج المتممة لصعوبات التعلم والدعم النفسي لطفل الصعوبات والاستشارة النطقية، إضافة إلى جديد أنشطة جمعية سبل مع منسق الأعمال بجمعية عقاب نصر الحلبي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك عقاب. يعني خلينا نتعرف في البداية عن طفل الصعوبات. يسعد صباحكم. طفل الصعوبات اليوم هو طفل سوي. كطفل هو يظهر بالعام او بالشكل الخارجي هو طفل سوي، لكن عندنا بعض الخبايا داخل الدماغ اللي هي تمنع عمليه التعلم انه تتم بشكل صحيح، مثله مثل اقرانه من الاطفال الطبيعيين. بمعنى اخر هو طفل طبيعي لكن غير قادر على الاندماج بالمدارس حسب المنهج المدرسي، بسبب هو حاجه خطه فرديه تتناسب مع قدرات الطفل حسب نسبه ذكائه. طيب خلينا نعرف كيف بيقدر يتعرف الأهل على طفلهم اللي عم بيعاني من صعوبات التعلم، كيف عم تقدروا تساعدوهم بهالمهمة؟ بداية الأهل لما بدهم يلاحظوا في عند الطفل أي مشكلة فهي بالغالب تظهر ما قبل، خلينا نقول بعد، يعني كمصطلح صعوبات تعلم بدي أطلقها على طفل فهي بالغالب بعد 7 سنوات أو بعد الصف الثاني المدرسي، يعني بعد الصف الثاني بالمدرسة، لسبب ما قبل ذلك قد يسمى تأخر تعلم. يعني بمعنى آخر الطفل بيكون عنده تأخر بنمائي من ناحية النطق، من ناحية الإدراك والاستيعاب، من ناحية الفهم، التذكر، العمليات العقلية أو المعرفية اللي ممكن يقوم فيها أي طفل. لكن ما بعد الصف الثاني ببلش تظهر المشاكل اللي هي عدم قدرته على ربط الحروف، عدم قدرته على الفهم والاستيعاب، عدم القدرة على أنه يربط الحروف والكلمات ببعضها حتى يعطيني جملة متكاملة. فهون بيصير عندي أنا صعوبة بالتعلم عند الطفل، نطلق عليه مصطلح صعوبات تعلم، فهو يبدأ مرحلة العلاج. هل أنه إذا نسأل نحن ما قبل هي العمر 7 سنوات هو طفلي بضل طبيعي ما عنده أي مشكلة ممكن يستمر؟ بنلاحظ نحن لا، بالغالب أي طفل صعوبات تعلم في سبب، يعني ممكن يجي طفلي النمو، يعني خلينا نقول نحن من تاريخ الحالة مرحلة النمو الطبيعية تكون عنده سواء من الطفولة المبكرة حتى الطفولة المتوسطة، من عمر يعني سنة ونص تقريبا لعمر السن 6 سنوات المفروض يكون في عندي هون خلل بالتطور سواء الحركي، اللغوي، الكلامي، التفكير، الاجتماعي أو من ناحية التواصل. بنلاحظ في عنا تأخر بهذا المهمات كلها. طب خلينا نحكي شوي، اليوم كثير عم نلاحظ انه كثير من الاطفال عم يتاخروا بالنطق او بالتعلم، دائما معهم تشتت انتباه، فرط نشاط، بسبب ممكن حياتنا اليوميه او الممارسات اللي عم نمارسها فيها. اليوم لكل ام عم تعاني من انه ابنها ما عم يحكي، عم يتاخر عن 4 سنين وعلى 5 سنين احيانا، كيف هي الاستشاره النطقيه اللي ممكن انتم تعملوها وعلى اي اساس بتبقى تتشخص الحاله؟ بدايه الملاحظ الاول هو الام، لما الام بتلاحظ بطفلة ما عم يعني اذا بتقارنه باطفال من عمره ما في هذا التطور الصحيح وتحديدا لغويا، لان اللغه هي وسيله التواصل الوحيده عند الطفل بعمر خلينا نقول السنتين، المفروض طفلي عم يكون لي كلمات كامله، بعمر 3 سنين عم يعطيني قصه سواء من الواقع او من الخيال، فالطفل بلش يعطيني اشياء، لكن بيوصل لعمر 4 سنين او 3 سنين لسه ما طالع ولا كلمه، هو فقط اصوات حروف بيعطيني، فهون في عندي مشكله، عندي تاخر لغوي عند الطفل، هذا الشيء ينتج عنه فيما بعد تاخر او صعوبه في التعلم. لانه اذا بدنا نحسبها نحن او نقول ما قبل الـ4 سنوات طفلي المفروض يكون مشي بعمر السنه ونص مثلا او السنه للسنه ونص، تحدث او تكلم او بلش يعطيني كلمات او جمله من كلمتين مثلا فاكثر بعمر السنتين، طفلي قادر على تكوين علاقات اجتماعيه، قادر على انه يستوعب معي، اعطيني خذ جيب، يفكك، يحلل، يركب من الالعاب. هون ببين عندي انا إذا في عندي تأخر بالعمليات العقلية أو ما يسمى بصعوبات التعلم النمائية، لهيك نحن بنسميها ما قبل 4 سنوات أو ما قبل 5 سنوات، هون طفلي بيكون عنده تأخر تعلم، ما فيني أعطيه وصمة صعوبة التعلم لأنه بالغالب هي المفروض يعني تكون ما بعد سن الـ7 سنوات، لكن في أسباب كثير واضحة ومنتشرة. بالبداية بدنا نسأل الأم، هل عندك أي مشاكل بفترة الحمل؟ في عندها تطور، يعني مرحلة تطور الجنين كانت طبيعية بفترة الحمل، يعني حتى فترة الحمل وأثناء الولادة وما بعد الولادة، يعني هي المرحلة كتير حساسة بتاريخ أي طفل، لسبب ممكن الطفل يطرأ عليه عملية نقص في الأكسجة
هون بيحتاج هو حاضنه، فقد تؤثر على نمو الجهاز العصبي المركزي، بمعنى الدماغ بيصير في عندي تلف ببعض الخلايا، تلف ببعض بتلافيف الدماغ، هي بتعقل عمليه التعلم، اضافه لانه قد يكون طفل بيشرب من السائل الامينوسي برحم الام، استخدام ادوات او ملاقط او ما شابه بعمليات الولاده تؤثر على الطفل. ايضا فيما بعد ممكن يحصل عندي تسمم في الدم او انتانات في الدم عند الاطفال بعمر الاشهر الاولى، كايضا بتسبب لي مشاكل لاحقا بعمليه نمو الدماغ حتى اثناء نقل المعلومات، لانه نحن اليوم عم نستقبل المعلومات عن طريق السمع، عن النظر، اللمس، حتى تتثبت بالدماغ المعلومه بتاخذ وقت، فهون بصير في عندي انا مشكله بطريقه تلقي المعلومه وبطريقه تثبيت المعلومه، فبنلاحظ ببلش الاخراج للمعلومه بطريقه غلط خاطئه، يعني الطفل مو هو مو انه هو ما عم يفهم علي، انما هو قدرته الاستيعابيه بهاي الطريقه، فنوعا ما بيكون ذكاؤه متدني عن اطفال ذكاء الاطفال الطبيعيين. طيب عقاب، هلا نحن حكينا عن تشخيص المشكله وعن اسبابها، خلينا نحكي عن طرق الاستشاره والدعم النفسي اللي عم تقدموه بسبل لهي الحالات اللي موجوده حاليا بمجتمعنا. هلا الاهم بدي اقول عن الدعم النفسي لطفل الصعوبات اللي هو اليوم قد يعاني من تلعثم في الكلام او من قلب في الحروف او عدم القدره على القراءه او المشاركه الصفيه، تحديدا الاطفال اللي هن من الصف الاول للصف الخامس السادس، هدول المرحله بهي المرحله وخاصه صفوف الدمج، احيانا الطفل عم بيكون يعني عم بصير في عنده خجل، عم بصير في عنده مشاكل نفسيه تؤثر على سلبا على عمليه التعلم عنده، بصير في عنده عدم قدره ودافعيه للتعلم اساسا، هي كلياتها عم تنتج عنا اثار نفسيه سلبيه للطفل. بداية هم بدنا نبلش نحن الأهل يتفهموا المشكلة تماما، يقتنعوا بفكرة أنه طفله مو بحاجة يعني ما لا غير قادر على التعلم مع المجموعة، إنما هو بحاجة خطة علاجية فردية قد تكون من المنهج المدرسي بحد ذاته لكن بشكل أقل من المعطى لكل الأطفال أو لكل طلاب الصف أو المجموعة، إضافة لأنه نحن نبلش إذا كان عنده مشاكل مثلا بالتأتأة نعالج له هي المشكلة، لأن هي المشاكل تأتأة تأخر لغوي أو اضطراب بالكلام أو الطلاقة الكلامية، غالبية أطفال صعوبات التعلم قد تكون مترافقة مع الصعوبات الأكاديمية أو النمائية اللي بيعاني منها، إضافة لأنه بدنا نبلش نحن نعالج له هي المشكلة، نعلمه كيفية يطلع الكلمة، كيف هو ياخذ النفس الصحيح ليستخرج الكلمات بوقتها، كيف هو يطول باله شوي ليستوعب، لأنه طفل الصعوبات ما بيمكن يسمع المعلومة بالشكل الصحيح اللي نحن بنسمعها، بمعنى آخر يعني بيسمعها بطريقة مختلفة عن المعنى المقصود، أو في عنده بطء بنسميها أو قلة في الفهم السمعي أو فهم البصري، حتى ممكن الحروف أحيانا يقرأها بطريقة مختلفة أو النقاط بطريقة متراقصة من إلا، إضافة لأنه نحن بدنا نخليه يتروى لحتى يسمعها، يحللها، يكون متروي، يخفف الحدية اللي ممكن تكون موجودة عند بعض أطفال الصعوبات، يخفف فرط الحركة اللي يكون مترافقة أيضاً اللي هي ADD أو ADHD يسمى باضطراب الحركة وفرط اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، فالطفل بيكون عنده فرط حركة ما عم يقدر، يعني خاصة إذا كانت اندفاعية بده يجاوب بيطلع الجواب غلط، بده يشارك بالمعلومة، بده يشارك بالحركة، بده يشارك، فبصير في عندي مشاكل بيعاني منها الطفل، حتى هاي الاشياء بتاثر عليه اجتماعيا، ممكن ينبذ احيانا من اصدقائه، ينبذ قليلا عن الصف المدرسي لانه معلمه غير ملامه انا برايي، يعني هي اليوم عندها 40 او 50 طفل فغير قادره على انه بالشبه يعني تعطي اهتمام لهذا الطفل الوحيد اللي صعوبات تعلم ومجموعه الاطفال، فهنا بحاجه صفوف دامجه خاصه فيهم. يعني خلينا نحكي كمان على الدور التكاملي بين الأهل والمدرسة، يعني بجوز المدرسة تلاحظ أنه في صعوبات تعلم عند الطفل وتنبه الأهل، أو العكس صحيح وتحاول معه بطرق معينة، فكان خبرنا عن هذا الدور. بالغالب الطفل اللي يعاني من أي مشكلة أو رح نسميها إعاقات خفية اللي هي داخل الدماغ ما أنا موجودة ولا تظهر، هي لا تظهر إلا بالاختبارات يعني أو المقاييس التربوية أو النفسية اللي ممكن يساويها الاختصاصي، هون أي طفل بيدخل اليوم على المدرسة فهو يعني عنده مشكلة، فحصرا هو بيخضع لمديرية القياس والتقويم بوزارة التربية حتى يدخل على صفوف الدامجة أو كطفل طبيعي، لكن فينا نقول نحن ما ظهرت بالمشكلة هي بهي الفترة، ظهرت بالصف الثاني فليكن بالثالث فما فوق، بلشوا الأهل يلاحظوا طفل لا عم يكتب لا عم يقرأ، ما عنده استيعاب للعمليات حتى الحسابية، عنده خربطة بالأرقام، عنده خربطة بالاستيعاب السمعي بالاستيعاب البصري، ما عنده قدرة على التوازن بكل هاي التفاصيل، في حال المعلمة اكتشفت بعض الأهل لا يتقبلوا فكرة أنه لا ما فيه شيء طفلي طبيعي، طب ما هو ما عم يقرأ ولا عم يكتب، أقل المفاهيم اللي ممكن يدركها طلب صف الكي جي 3 هو ما عنده إياها وهي صف ثالث،
يعني بعمر العقلي اقل بكثير من العمر الزمني بيكون عنده الطفل بسنتين او بثلاثه او اكثر. هون بدنا يكونوا الاهل متقبلين للمشكله، يكونوا قادرين على العلاج، يساعدوا المعلمه في حال المعلمه قادره على انها تساعد لحتى الطفل يطلع من هاي المرحله، يعني ما يضل يوصل لمرحله 12 سنه او 13 سنه او اهلين نقول مرحله البلوغ. مع الاسف بيكون عمليه التعلم توقفت في الغالب، فهي ما قبل 12 سنه هي المرحله الاساسيه لتعلم اي طفل طبيعي او صعوبات تعلم كان. نعم. طيب خلينا نحكي هون بهي المرحلة عن تجربة الدمج، يعني كثير شفنا حالات تم دمج الأطفال بيعانوا من صعوبات التعلم مع أطفال سويين لمحاولة خليني أقول الاستفادة من قصة إنه طفل بيقلد دائما اللي حواليه بيتعلم منهم، قد إيه اعتمدتوا هذا الأسلوب ولا لا؟ هلا لما بدي اعتمد على عملية الدمج بشكل كامل بدي يكون طفلي منهي مرحلة العلاج النفسي النمائي الطبي اذا كان يحتاج اللغوي، يعني بيكون هو ما قطع هي المرحلة او هي المسيرة يلي ما قبل مرحلة الدمج لحتى انا اكون هيئته نفسيا للدمج، هيئته اكاديميا للدمج، هيئ انه في عندي مهارات ما قبل الاكاديمي ومهارات التعلم النمائي ومهارات التعلم الاكاديمي لاحقا حتى طفلي يكون قادر على انه يدمج بهي المدارس او حتى الروضات الدامجة. المفروض بهي الفترة نحن يكون طفلي أنهى هاي المراحل، غير يعني لما بدنا نحن بين أول مرحلة تقييم وبين آخر مرحلة تقييم هي قد تكون كل 3 أشهر تقريبا حتى نشوف مرحلة التطور عند الطفل وين وصل فيها من خلال قياس حتى مستوى الذكاء. وسؤال دائما نتعرض له انه نحن بنزيد نسبه الذكاء؟ لا، نسبه الذكاء هي موجوده مع الطفل من لما بيخلق، هي تتطور حسب الامكانيات الموجوده، يعني مو ممكن انا اليوم اعطيه نسبه ذكاء 70 ارجع اعطيه بعد شهر 90 او بعد شهرين او بعد سنتين ثلاثه مثلا او 10 سنين، لا هي نسبه الذكاء بتضلها مترافقه مثل ما هي، لكن نحن شو بنعمل؟ بنطور نقاط القوه اللي ممكن تتناسب مع هي نسبة الذكاء الموجودة عند الطفل. بمعنى آخر اللي هو لا يصنف على ضعف بيني كاختبارات ستانفورد بيني اللي هو أفضل بالنسخة الخامسة، طبعا هو أحدث نسخة لقياس صعوبة التعلم، بين لا هو لا يصنف على تخلف عقلي ولا يصنف على الضعف البيني ولا حتى على صعوبات التعلم أو بطء التعلم، لأنه هون في عندي فرق كثير كبير بين ما يسمى صعوبات تعلم بطء تعلم أو حتى تأخر تعلم، تختلط أحيانا المفاهيم، لكن كل حالة خاصة بحد ذاتها وكل حالة إلى معايير وإلى نسبة كثير تفاصيل، لأنه صعوبات التعلم هو طفل قادر على التعلم، طفل يستجيب لكن بقدرات محددة بنسبة ذكاء محددة ببرامج فردية خاصة بهذا الطفل. أما بطء التعلم هو قدرة نسبة الذكاء متدنية، نسبة الذكاء أيضا متدنية قد تكون 60 وما دون، يستجيب مع المجموع لكن في الغالب يظهر صعوبة في كافة مجالات الحياة، يعني بمعنى حتى بالعلاقات بالتواصل بالتعلم الأكاديمي بالنمائي بالتشتت بكل هي التفاصيل، حتى لغويا في عنده تشتت بكل هي المراحل، حتى تقبله اجتماعيا يكون في عنده مشكلة بالتواصل مع الأشخاص. التأخر التعلم بيكون ما دون 6 سنوات أو 5 سنوات ممكن له تأخر تعلم، يكون تأخر من الإهمال، تأخر ناتج عن الإهمال، لكن صعوبة التعلم تظهر بفترة مرحلة معينة في حال عولجت تعالج، في حال عولجت تعالج طفل ينتقل إلى المرحلة العامة أو للحياة العامة للانطلاق مع كل حدا. هل يعاني منها لاحقا؟ ممكن يعاني منها بحياة الاجتماعية أو بالحياة اليومية بنسميها، لكن أكاديميا إذا هو انطلق بالكلام باللغة بالقراءة والكتابة فهو تمكن منها بشكل كتير صح. نعم. طب خبرنا عن نشاطاتكم بجمعية سبل القادمة، هلأ عنا أعياد ورمضان وفي شيء جديد؟ بداية كجمعية أهلية تعنى بذوي الإعاقة فهي الشيء الرئيسي اللي نحن مركز عليه، بداية من الشهر القادم شهر نيسان شهر التوحد أو شهر التوعية بالتوحد أو باضطراب التوحد، صرنا اليوم 1 نيسان المفروض نحن نوسع مفاهيم كثيرة، عندنا فعالية مختلف لا متخلف حتكون بمراكز ثقافية بدمشق تتضمن فعاليات لأطفال التوحد، محاضرات توعية باضطراب طيف التوحد، بالطلاق الكلامي عن طفل التوحد، أيضا بأسباب وأنواع وما شابه، حتكون بدايتنا الأربعاء يوم الأحد بأربعة الشهر وحتى يوم الخميس بمراكز ثقافية بدمشق كفر سوسة ميدان أبو رمانة وبالعدوي. في إضافة لذلك نشاط بيئي يترافق مع كل هي وهي رسالة توعية من طفل التوحد للعالم
كيف يتقبلوه، لأنه هو مختلف وليس متخلف، لا يصنف على التخلف العقلي ولا يصنف على الإعاقات، إنما هو إعاقة قد تكون خفية لكن له أسلوب حياته الخاصة. نعم نعم، يعني نشاطات كثيرة رح تكون قريبا، أكيد دائما بنتمنى لكم كل التوفيق بكل شيء قادم. نصائح أخيرة بتحب توجهها طبعا، وخصوصا نحن هلا عم نتوجه للأهالي اللي عندهم أطفال ذوي مشاكل، إن كان إعاقة وإن كان تأخر نطق أو مشاكل مختلفة. المشكلة اليوم ما أخجل فيها أيا كانت، نحن اليوم أشخاص ممكن نمرض، ممكن حتى اليوم على مستوى الكورونا المنتشرة شخص كورن فما بيظهر وما بيحكي ما بيفصح إنه عيب أو. نحن معلش يكون عندنا جرأة شوي نطرح مشكلة ابننا، نستشير طبيب واثنين وثلاثة، نعترف بالمشكلة بحد ذاتها، نروح على المكان الصحيح. مو أنا بس الحق كلام العالم وتحديدا الأمهات، إنه ابني بمركز خاص مو بمركز بمدرسة، ابني مركز تربية خاصة ما إنه بمدرسة عامة، أو هي التسميات يعني اللي ممكن الأم تتأثر فيها لأنه عم نزيد من الطين بلة. أما إذا طفلي عرفتي مشكلته نقلته لمكانه الصحيح، والأحلى من هيك إنه أنا كنت قادرة كأم أو أب قادر على إني اكتشف مشكلة طفلي بعمر ما قبل 5 سنوات. دائما مرحلة التدخل المبكر هي الذروة الذهبية والمرحلة الذهبية لعلاج أي طفل كان. نعم، يعني من خلال حديثك نشاطات كثيرة رح تكون بشهر نيسان مستمرة لأطفال التوحد بعدة مراكز ثقافية، إضافة للنشاطات الدائمة بالاستشارات لعدة مجالات أو مشاكل عم بيعاني الطفل منها. نحن عقاب بدنا نقول لك شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي أعطيتنا إياها. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا لك. شكرا لكم، نتمنى لكم التوفيق.